السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ربيع المبرمج من إلكترو بروجيب و ام اي، وكالعادة ديما كاين الجديد. إذا في إطار المشروع المسمى 8 بيت كمبيوتر without مايكرو كنترولر، يعني حاسوب أو مايكرو كنترولر باستخدام فقط الوحدات المنطقية أو البوابات المنطقية. هنا كما تشاهدون كبنية أساسية وأولية، لدي هنا اثنان تايمر من نوع 555، واحد في نظام الأستابل وواحد في نظام المونوستابل. هذا للتايمر بدوتي سايكل محددة بفريكوانسي محددة يعني، وهذا هنا من أجل المانيوال أو من أجل التحكم اليدوي كما تشاهدون. وهنا لدي سيلكتور من أجل الكلوك. إذن هنا في اليدوي، ونقوم بالضغط يدويا على التايمر. هنا كما تشاهدون لدي كاونتر 8 بيت كاونتر 8 بيت. لدي 4 بيت قمت بأدريسين لهذه الإي إي بروم، هذه إي إي بروم انترافيولي، وقمت بكتابة مجموعة من البيانات عليها باستخدام هذه السويتشات، هذه الـ 8 بيت، وطبعا يمكنكم برمجتها باستخدام الأردوينو نانو وهذا الشيفت روجيستر أو سجل الإزاحة. على أي حال، فنرى ماذا كتبت في هذه الإي إي بروم. فقد قمت ببرمجتها وكتبت عليها بحيث استخدمتها كبي سي دي ديكودر، ونأخذ هنا قيمة بيناري. تقوم هذه الإي إي بروم بتحويلها إلى الديسيمال على هذه السيفن سيجمنت ديسبلاي. سوف أقوم بالضغط على الكلوك، المانيوال كلوك طبعا كما تشاهدون، ولدي هنا الكاونتر وكذلك إكزاديسيمال. هذا الكاونتر وضعت الـ A والـ B والـ C والـ D إلى الـ F التي هي 15 طبعا، ثم يعود إلى الصفر. ومن ثم يبدأ الكاونتر البيناري، تبدأ الأربعة بيت الأخيرة اللو في الهاي طبعا في الظهور، ومجددا يبدأ الكاونتر بالحساب، ثم يضيف رقم إلى البيناري كاونتر. هنا الاثنان كما تشاهدون بيناري. نضغط على الأوتوماتيك كما تشاهدون. الآن لدي كلوك، طبعا قمت بكتابة كل هذه السيجمنت على الإي إي بروم في طبعا الأدريسز المخصصة لها لكي أحصل على الديكودر باستخدام هذا التيبل. هذا هو جدول الحقيقة أو جدول التغيرات من أجل البي سي دي ديكودر. هذه كل الحروف والشيفرات على الـ 7 سيجمنت، وهنا الأدرس، هنا الضغط كما تشاهدون. هذه هي البنية، هذه بنية الكاونتر طبعا. هكذا يتم تشكيل الكاونتر، إما من الفليب فلوب أو من الجي كي فليب فلوب.